السلام عليكم. هذا بس محمد مسكين جات هاد المرضى راك شفتي اخويا كبير ما لقينا عطيت وما قيد جهد. وانتم كتشوفوا حالته اخويا كديره شي محسنين يما يجي يعاونوه يديو شي سبيطار يديروا ليه شي حاجه مع الدبسكي. دابا راه ساكن غير في كراج حتى كتشوف كلشي بعينيك. عنده مرض ديال الكونسير جا في الريح. ويلك انا اللي كنت انا الحاضيه دابا ما كاين اللي حاضي كان بحال هكا كان ملي تجي هنا ما كنتيش كتشوف هادشي كامل ما كنتيش تشوف والو. من كلشي مسكين كيديروا تحت حوايجو ها مرته وليت انا كشري لي ليكوش كشري كلشي. خويا دابا عيت تقاديت انا راه ما تيجيني ما تنجي راني حاضي عاد تجيني انا وهضرنا هنا وانا دابا راه باركه معاه شهر وسيمان اللي باش باركه معاه خدام في هادشي ديال علاش هادي شحال هادي الناس قدام فهمتي كنطلبوا اللي جاي يعاونوا هاد السيد وصافي معاونوا من ناحيه الدواء من ناحيه الماكل والشرب مسكين ما بقى ما باقي ما ياكل ما حتى حاجه أقول لك يشرب دابا شهر عصيريات كلي خضرت عليها راني كنجيبها ليه. وانا دابا في عمري 20 عام راه كنشوفو النهار كامل والليل كامل 20 عام دابا وراه ماما من الخمسينات هو ساكن حنايا. خويا مبغاش تهود